من تسجيلات الهواة سهرة أسبوعية تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة، الذي يجمعنا بهواة التسجيلات التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. يسرنا سيداتي وسادتي أن نلتقي في سهرة الليلة مع أحد ضيوفنا الذي طالما أهدانا أندر التسجيلات التي أسرى بها مكتبة الإذاعة. ضيفنا هو الأستاذ ربيع زيدان، حيث يضيف لنا مجموعة جديدة من تسجيلاته النادرة. أستاذ ربيع زيدان، أهلا بيك ضيف في البرنامج. أهلا بيك يا فندم ومرحبا. يمكن دي أول مرة نلتقي فيها معا خلال شهر رمضان. أيوة فندم، كل سنة طيب. وأنت طيب. أستاذ ربيع، نتعرف منك على تسجيلات حلقة الليلة، والحقيقة أنت مقدم لنا مجموعة خطيرة جدا من التسجيلات النادرة. ياريت نبدأ يعني أندر تسجيل في البداية. الحقيقة أنا أحب أبدأ بتسجيل نادر للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، لرائعة من روائعه الجميلة اللي غناها في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، قصيدة الفن. الله. الحقيقة أني أنا يعني عثرت على تسجيل نادر لهذه الرائعة، مختلف تماما عن اللي موجود في الإذاعة، ومختلف أيضا عن التسجيل المعروف للأغنية الكامل اللي بعض العربية بتذيعه كامل. بتذيعه كامل بما فيه المقاطع الخاصة بالملك الراحل فاروق. يعني الأغنية احنا هنقدمها كاملة بالتسجيل المختلف، والحقيقة مختلفة، يعني كل من استمع لهذه الرائعة هيلاحظ الفرق من أول ما بتبدأ مقدمة الأغنية لحد ما بتنتهي، مختلف تماما في أداء عبد الوهاب وأداء الفرقة الموسيقية المصاحبة. يعني الحقيقة هو يعني أنا بعتبره تسجيل نادر، والأجمل إن عبد الوهاب بيؤدي أداء تطريبيا رائعا، يعني كما عودنا في معظم أغنياته العاطفية والوصفية، وده يمكن مش غريب عليه حتى في الأغاني الوطنية أو الوصفية. فأنا مش يعني أنا عندي كلام كتير أقوله، لكن أفضل إن احنا نسمع. احنا نسمع بالضبط. Thank you.
غير النجوم من حسن منظرها. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها. نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها. نجوم غير النجوم من حسن منظرها. خلي بدات الفنون وبيدك واثرها. خلي بدات الفنون وبيدك واثرها. دنيا الفنون دي خميرة وانتو اثرها. والفن لحم القلوب يلعب بيه اوصارها. والفن دنيا جميلة وانتو وانتو ادوارها. الفن مين يعرفه الا اللي عاش في حماه. والفن مين يوصفه الا اللي قام في سماه. الفن مين يعرفه الا اللي عاش في حماه. والفن مين يوصفه إلا اللي قام في السماء. والفن مين أنصفه غير كلمة من مولاه. والفن مين شرفه غير الفاروق غير الفاروق. اللي اكرمت الفنان ورعيت فنه. انت اللي اكرمت الفنان ورعيت فنه. رديت له عزه بعد ما كان محروم منه. رديت له عزه بعد ما كان محروم منه. ورويت فؤاده بالالحان برضاك عنه برضاك عنه برضاك عنه. بدعت الفنون وفيدك واثرها. خلي بدعت الفنون وفيدك واثرها. دنيا الفنون دي خبيلة وانتو اثرها. والفن لحم القلوب يلعب بيها اوصارها. فن دنيا جميلة وانتو وانتو مدوارا.
الفن جنة بتسحرنا بألوانها، نعيش على غدرها ونغني ألحانها. الفن جنة بتسحرنا بألوانها. احنا تاج البلاد، احنا تاج البلاد، احنا تاج البلاد في الجنة سكننا. ربيع زيدان، الحقيقة أنا عايزة أشكرك جزيل الشكر على هذا التسجيل النادر والممتع والرائع لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وطبعا واضح لكل المستمعين التغيير الشديد في اللحن عن الأغنية المسجلة في عن اللحن الأصلي بالضبط. بننتقل معاك لتسجيل آخر، وتحب تقدم إيه؟ هقدم تسجيل يعني نادر للمطربة اللبنانية ألكسندرا نيكولا بدران، والمشهورة باسم نور الهدى، اللي رحلت عن عالمنا في 8 يوليو ببيروت سنة 1998. أحب أقدم لها الحقيقة تسجيل حفل كانت أقامته في لبنان في الستينيات،
من القرن الماضي، وهي بتقول أغنية كانت يمكن من أغاني أول أفلامها اللي مثلتها في مثلته في مصر، فيلم جوهرة اللي كان بطولة وإخراج يوسف وهبي، وده اتعمل سنة 1943. الحقيقة أن أغنية أو دعاء سبح بحمد كل شيء حي قالته في حفل في لبنان، وهو من كلمات بيرم التونسي وتلحين المطرب والملحن الكبير محمد الكحلاوي. والحقيقة أن أداء هذا الدعاء في الفيلم يختلف بقى عنه أداءها في الحفلة، وهنلاقي الفرق واضح من استجابتها للجماهير وإعجابهم، وبتجود، والحقيقة بقى صوت نور الهدى معروف يعني. طبعا. فنقدم هذا التسجيل. أنا عايز أركز كمان على الإحساس بالكلمات وبالأداء أيضا مع نور الهدى. طبعا. We
يا مستعد لي رضي بالحظ والمكسوم.
سيداتي وسادتي، ختاما لحلقة الليلة نتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الأستاذ ربيع زيدان على تسجيلاته النادرة التي أهداها لنا، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف آخر من هواة التسجيلات النادرة، نرجو لكم أسعد الأوقات. أجمل تحية من مهندس الصوت هشام رمضان. كنتم مع مختارات من تسجيلات الهواة، قدمتها لكم مشيرة كامل. إذا تقوم